بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج بعض الوضعيات والتمارين لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، استعداداً لامتحانات الفصل الثالث. وفي بداية الأمر نسأل الله أن تكون هذه الوضعيات وهذه التمارين زادا ورصيدا معينا لكم على هذه الامتحانات التي هي على الأبواب. إذن فبدون إطالة مع التمرين الأول المقترح بطبيعة الحال، يقول لاحظ الشكل المقابل. إذن لدينا مخطط، كيف نسمي القيمة التي يشير إليها الفولت متر في هذه الحالة؟ إذن قبل أن تجيب على هذا السؤال عليك أن تركز جيدا على المخطط، فالفولت متر بطبيعة الحال مربوط على طرفي المولد، ولكن ننتبه بأن في هذه الحالة الدارة مفتوحة، يعني القاطعة مفتوحة كما تلاحظ. إذن فبالتالي بدون إطالة مباشرة أن القيمة التي يشير إليها الفولت متر في هذه الحالة هي القوة المحركة الكهربائية. بعد ذلك يقول المصباحان L1 و L2 الموجودين في هذه الدارة متماثلين. عند غلق القاطعة يشير جهاز الأمبيرمتر إلى تيار قدره 0.8 أمبير، والتوتر الكهربائي بين طرفي المولد هو E يساوي 12 فولت. أولا استنتج قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح مع التعليل. إذن فبما أن التوتر بين طرفي المولد هو E يساوي 12 فولت، فإن قيمة التوتر بين طرفي كل مصباح هي كذلك E يساوي 12 فولت. يقول علل، يعني لماذا، كيف استنتجنا هذا المقدار؟ لأن التعليل، لأن التوتر في الربط على التفرع يبقى ثابتا، أي لا ينقسم على فروع الدارة مهما كان عدد الفروع. وبالتالي فإن القانون الذي استخلصناه أو وصلنا إليه في هذا الدرس هو أن ET أي التوتر بين طرفي المولد يساوي E1 يساوي 2 E2 يساوي E3 إلى آخره. بمعنى مهما كانت عدد فروع الدارة فإن التوتر يكون ثابتا. وهنا هذا المثال نلاحظه في توصيل العديد من المصابيح والأجهزة الكهربائية الموجودة في السيارة على سبيل المثال مع البطارية. فالبطارية التي تعمل بها السيارة دلالتها 12 فولت، وكل مصباح من المصابيح التي عددها لا يقل عن 20 مصباح، بالإضافة إلى الأجهزة من منبه ومن جهاز سمعي إلى آخره ومن ماسح الزجاج إلى آخره، كلها أجهزة ذات محركات تعمل بتوتر قدره 12 فولت. إذن فكيف للبطارية أن تشغل كل هذه الأجهزة بنفس القيمة؟ فلكي تتمكن من ذلك ينبغي أن يكون الربط على التفرع. من جهة سيستفيد كل جهاز أو كل مصباح موجود في الدارة بنفس القيمة 12 فولت، بالإضافة إلى ذلك تكون مستقلة عن بعضها البعض في التشغيل، أي إذا كان أحدها منطفئا أو فاسدا لا يؤثر على البقية. المطلب الثاني يقول أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في كل مصباح. إذن نحسب شدة التيار التي تمر في كل مصباح. بما أن المصباحين متماثلين فإن شدة التيار المار في كل منهما متساوية، وهو أعطى لنا شدة التيار الكلية التي يشير إلى الأمبيرمتر الموجود في الدارة الرئيسية. إذن E1 تساوي 2
وتساوي اي تي على 2، اي الشده الكليه تقسيم 2. لماذا قسمنا على 2؟ لان المصباحين متماثلين، لو كان غير ذلك ما قسمنا على 2. اذا 0.8 تقسيم 2 تعطي لنا 0.4، بمعنى تمر التيار في المصباح الاول 0.4 وفي المصباح الثاني 0.4. بعد ذلك يقول احسب استطاعة المولد الكهربائي واستطاعة كل مصباح. اذا استطاعة المولد الكهربائي بتطبيق العلاقة PT تساوي UT في ET، يعني التوتر الكلي في شدة التيار الكلية 12 في 0.8 نجد 9.6 واط. أما استطاعة كل مصباح بما أنهما متماثلين، P1 تساوي P2 ويساوي E في E1، ويساوي 12 في 0.4 ويساوي 4.8. إذا هذه هي استطاعة التحويل للمصباح الواحد. إذا جمعنا استطاعتي المصباحين نجد الحاصل يساوي استطاعة المولد 9.6. ومن هنا نستنتج بأن استطاعة التحويل من المولد إلى عناصر الدارة محفوظة. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى أو التمرين الأول الذي اقترحناه عليكم. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول خلال الكلاسيكو المشهور بين ريال مدريد وبرشلونة، طلب صلاح من صديقه حمزة مشاهدة المباراة في المقهى، ووضع كل منهما نظارته الشمسية وراح يشجع كل واحد فريقه. تفاجأ الصديقان بألوان أقمصة اللاعبين رغم أن الفريقين يلعبان بالأقمصة العادية، يعني المعتادة للفريقين. واحد يقول فسر سبب رؤية الصديقين للأقمصة أو القمصان بألوان مختلفة عن عادتها. إذا علمت أن نظارة صلاح لونها أم ونظارة حمزة لونها في، يقول استنتج الألوان التي رآها الصديقان. 2، ما هو لون الأقمصة أو القمصان الأصلي، اللون الأصلي للقمصان. 3، من أجل تدعيم إجابتك أرسم نموذج التركيب الطرحي مع تبيان الضوء المنقول والضوء الممتص وكذا الضوء الوارد. إذن على بركة الله مع الإجابة على هذا الأسئلة. إذن فأولا سبب رؤية الصديقين قمصان اللاعبين بألوان مختلفة عن العادة هو استعمالهما لمرشحات ضوئية والمتمثلة في النظارة التي يرتديها كل شخص. ما هو لون الأقمصة أو القمصان الأصلي؟ إذن فصلاح يرتدي نظارة ذات لون أرجواني آم، أي أنه نحن الآن بصدد التفسير. صلاح يرتدي نظارة ذات لون أرجواني آم، أي أنه سيرى قمصان لاعبي فريق الريال باللون الأرجواني آم، وقمصان فريق برشلونة فيراها بخطوط زرقاء وخطوط أرجوانية. الآن ما هو اللون الأصلي؟ أولا ننتقل إلى الشخص الثاني حمزة، كيف يرى ألوان القمصان؟ حمزة يرتدي نظارة ذات لون أخضر، أي أنه سيرى قمصان لاعبي الريال بلون أخضر، وقمصان فريق برشلونة يراها بخطوط سوداء وخطوط خضراء، خطوط سوداء وخطوط خضراء. إذن هذا بالنسبة للرؤية كيف تتم، وهذا بسبب المرشحات التي يستعملانها. بعد ذلك أن نستخلص اللون الأصلي، اللون الأصلي لقميص فريق مدريد هو اللون الأبيض، في حين أن اللون الأصلي لقميص فريق برشلونة هو ذو الخطوط العمودية ذات اللون الأحمر واللون الأزرق. ننتقل إلى تدعيم الإجابة بنموذج للتركيب الطرحي الذي يبين ما ذهبنا إليه في هذا التفسير. إذن أولا نموذج التركيب الطرحي في هذه الحالة بالنسبة للشخص الأول ألا وهو صلاح. إذن هنا أخذنا هذا المخطط يبين لنا
لون الضوء الوارد ولون الضوء الممتص ولون الضوء المنقول. إذن فالقميص الأول، قميص الفريق الأول، قميص الريال ذو لون أبيض، يسقط عليه ضوء أبيض، لون الضوء الوارد هو أبيض. الضوء الأبيض هو ضوء مركب من ثلاث مركبات أساسية، هي الأحمر والأخضر والأزرق. في الخانة الثانية هنا لون الضوء الممتص، نحن نتكلم عن المرشحة التي يستعملها صلاح، فهي ذات لون أرجواني مثل ما ذكر. إذن بما أنها ذات لون أرجواني واللون الأرجواني مركب من الأحمر والأزرق، فإن المرشحة ستمتص الضوء الأخضر أو المركبة الخضراء. وماذا ستنثر؟ إنها ستنثر اللون الأرجواني، يعني تنثر لونها. وكما قلنا هنا الشخص سيرى بأن القميص الأبيض يراه بلون أرجواني الذي هو لون مركب من الأحمر والأزرق. الآن كيف يرى لون قميص الفريق الثاني؟ إذن فريق برشلونة لون قميصه في العادة هو خطوط زرقاء وخطوط حمراء، هنا أهملنا الخطوط الصفراء على الكتفين. إذن قلنا يسقط عليه ضوء أبيض، إذن الضوء الوارد هو ضوء أبيض مركب من الأحمر والأصفر، من الأحمر والأخضر والأزرق. الآن المرشحة التي يستعملها صلاح هي ذات لون أرجواني دائما، إذن ماذا تمتص؟ بما أنها ذات لون أرجواني فإنها ستمتص المركبة الخضراء، اللون الأخضر، وتنثر لونها ألا وهو اللون الأرجواني. اللون الأرجواني مركب من الأحمر والأزرق، إذن ولذا بينا المركبتين المنثورتين أو المنقولتين إلى العين هما المركبة والحمراء والزرقاء اللتان تعطيان لنا ضوءا أرجوانيا. نمر إلى الشخص الثاني حمزة، كيف يرى القميصين بالمخطط التركيب الطرحي؟ دائما إذا لدينا نفس المخطط، لون الضوء الوارد، لون الضوء الممتص، ولون الضوء المنقول. فالقميص دائما لفريق الريال بلون أبيض، يسقط عليه الضوء الأبيض مركب من أحمر أصفر، أحمر أخضر أزرق. الآن الضوء الممتص بما أنه يرتدي نظارة خضراء، يعني مرشحة خضراء، فإنها تمتص المركبتين الأخريين وهما الحمراء والزرقاء، بمعنى ستمتص الضوء الأرجواني وتنقل لنا، أو تنقل إلى من يرتديها، تنقل له الضوء الأخضر فيرى القميص باللون الأخضر. بالنسبة للقميص الثاني المخطط بالأزرق والأحمر، يسقط عليه الضوء الأبيض، إن ظن الضوء الأبيض هو الوارد أو الضوء الوارد هو الأبيض، RVB أحمر أخضر أزرق. يسقط هذا الضوء من القميص، يعني يسقط على القميص والقميص ينثر هذه الألوان. ماذا ينثر القميص أولا؟ سينثر لونين ويمتص اللون الثالث، سينثر الأحمر وينثر الأزرق ويمتص الأخضر. ننتبه، سيمتص الأخضر، بمعنى الشخص الذي يرتدي النظارة الخضراء، يعني ذات المرشحة الخضراء، لا يصل ضوء أخضر إلى عينه. ننتبه إلى هذا جيدا، يصل إلى عينه ضوء أحمر وأزرق. إذن فلون الضوء الممتص من قبل، قلنا لون الضوء الممتص من قبل المرشحة الخضراء التي يستعملها الشخص هو الأحمر والأزرق. هنا الأخضر من المفروض غير موجود لأنه امتص من طرف القميص، يعني ننزع الأخضر هنا.
انزع الأخضر، يبقى فقط المركبتين الحمراء والزرقاء، لأن الأخضر قلنا امتص من طرف القميص فلا يصل إلى المرشحة، بمعنى عند المرشحة يصل ضوء أحمر فلا تسمح له بالمرور لأنه ليس من مكوناتها، ويصلها ضوء أزرق فلا تسمح له بالمرور لأنه ليس من مكوناتها كذلك. إذن فماذا سيمر إلى العين؟ في هذه الحالة لا يمر أي ضوء للعين، بما أنه لا يمر أي ضوء للعين كتبنا لا شيء، يعني لون الضوء المنقول لا شيء أو المجموعة الخالية، وبالتالي فيرى في هذه الحالة أن القميص ذو لون أسود. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.